طيب، السلام عليكم. المفروض يكون ده البرنامج النموذج البدائي او المبدئي اللي هنقيس بيه المسافات والابعاد وخلافه. طبعا معيش دلوقتي كاميرا تانية، فهشغل حتى رئيس الابعاد دي على نفسي دلوقتي. الفكرة هتقوم ان احنا يكون عندنا خط، يعني 3 ذرات مثلا، واحد بحيث يعملوا خط افقي وخط رأسي. دلوقتي معيش ليزر برضو، فانا هفترض ان انا عارف المسافه بين عينيا الاتنين هتكون حوالي 5 سنتي، وعايز اقيس المسافه بين السماعتين دول. ف هدوس هنا نص، ادي عين الاولانيه، ادي العين التانية، طرف الناحيه دي السماعه، طرف الناحيه دي السماعه، هنلاقي كده بينا تحت 16.7. طبعا كل ده مفترض ان المسافه بين عينيا الاتنين حوالي 5 سنتي، وانها مسافه معروفه. تمام، فطلعت النتيجه دي. لو فكرت ابعد بتاع شويه وقيس تاني برضو، ادي المسافة دي وادي المسافة دي، وانا عايز اقيس المسافة بين طرفين السماعة حاجة زي كده. طلع نتيجة 16.6. طبعا كده الفرق يعتبر حاجة صغيرة جدا. طبعا ممكن الفرق يكبر عن كده، ساعات كان بيطلع معايا 0.5 سنتي، ساعات بيطلع معايا 3.10 سنتي. بس المهم يعني الفكرة العامة ده ممكن أكيد ممكن تحسن أحسن من كده، بس حتى لو متحسنش أكتر من كده خلاص هو كده. أي تحسينات هتبقى تحسينات لتسهيل الاستخدام بس مش أكتر. وتهري بس كده. شكرا جزيلا لحسن استماعكم.